ده انا هشرح باقي شابتر 3 ازاي بنطلع الماكسمايز والمينمايز بتاع الفانكشن عن طريق الجريدنت اند الهيشن. طيب ماشي، عندنا المساله ديت موجوده في الكتاب عندنا اللي هي 2xy plus 2x minus x square minus 2y، والانيشال جس عندنا بسالب 1 و1 اللي هي عندنا يعني الاكس هو سالب 1 والواي ب1. احنا هنا اختصرناها بست خطوات عشان نسهل العمليه شويه تبقى منظمه. طيب ماشي، عندنا اول حاجه ستيب 1 ان احنا بنطلع الجريدنت. طب ماشي، ازاي بنطلع الجريدنت؟ عندنا الجريدنت بتاع الاف فانكشن بيساوي، عندنا الجريدنت بتاع الفانكشن بيساوي بارشال اف على بارشال اكس اي زائد بارشال اف على بارشال واي جي. تمام، اول حاجه بنجيب بارشال اف على بارشال اكس، عندنا بارشال اف على بارشال اكس بيساوي احنا هنجيب المشتقة بتاعت الاكس لأول حاجة دي للفانكشن اللي موجودة عندنا، فعند المشتقة بتاعت الاكس هتبقى 2y زائد 2 minus 2x. تمام، دلوقتي عشان نجيب القيمة بتاعت البارشال اف على بارشال اكس بنعوض بالقيم اللي هي مديهالنا اللي هو بالاكس بسالب 1 والواي ب1، فعندنا اللي هي هتساوي 2 في minus 1 زائد 2 ناقص 2 في 1 اللي هي هتساوي 6. ماشي، هنجيب بقى البارشال اف على بارشال واي اللي هي هتساوي لنا 2x minus 4y. عندنا اي حاجة تانية غير الواي مفيهاش، الواي بنعتبره كونستانت وهي ما بناخدش معانا في المشتقة. تمام، هنعوض بقى بالقيمة اللي موجودة، فعندنا التو، عندنا التو في الوان ناقص فور في ماينس وان اللي هي هتساوي في الأخير سالب 6. فاحنا عندنا جبنا قيمة المشتقة بتاعت الاكس وقيمة المشتقة بتاعت الواي. تمام، بعد كده احنا هنعوض في الجريدنت بتاعت الاف فانكشن اللي هي هتساوي، احنا قلنا البارشال اكس على البارشال اف على بارشال اكس في الاي، فهتبقى 6 اي ناقص 6 جي. تمام كده، احنا كده تقريبا خلصنا اول حاجة. تاني حاجة بقى احنا بنجيب الثيتا، المرة دي بنحسب الثيتا بتساوي تان سالب 1 اللي هي على الواي على الاكس اللي هي بتساوي تان سالب 1 اللي هي سالب 6 على 6 اللي هي بتساوي سالب 0.785. القيمة هنا بتبقى بالريديان، فهنحول الآلة أو لما نيجي بنحسبها بنخليها ريديان. تمام، طيب بعد كده بنعمل ايه؟ بنحسب الماجنتيود اللي هي ستيب 2. ازاي بقى نحسب الماجنتيود؟ فعندنا الماجنتيود بتاع الفانكشن بيساوي اللي هي بتساوي الجذر التربيعي بتاع البارشال اف على بارشال اكس زائد سكوير زائد البارشال اف على البارشال واي سكوير. تمام، فهي هنا تبقى الجذر التربيعي بتاع 6 سكوير زائد 6 سكوير ماينس 6 سكوير. نلاحظ هنا نحط السالب جوه القوس عشان تطلع النتيجة صح، فتقريبا الناتج بتاعها هيبقى 8485 من 1000. تمام، بالنسبة بقى للهيشن ماتريكس، الهيشن ماتريكس دي أصلا عبارة عن ايه؟ تبقى ماتريكس بيبقى فيها بارشال 2 اف على بارشال اكس سكوير اللي هي المشتقة التانية، وهنا بتبقى بارشال 2 اف على بارشال اكس بارشال واي. أول مرة بنفضل بنجيب المشتقة بتاعت الواي، بعد كده بنجيب المشتقة بتاعت الاكس من الواي، وهنا عندنا بارشال 2 اف على بارشال واي بارشال اكس، وهنا عندنا بارشال 2 اف على بارشال واي سكوير. تمام، نطلع القيم ديت، نطلع الديترمنت بتاع ال h. طب ماشي، على اساس الديترمنت بتاع ال h دوت عندنا 3 كونديشن هيحددوا لنا المسائل. عندنا طبعا لو الديترمنت بتاع ال h طلع اكبر من الزيرو، هنا عندي بقى عندنا حالتين. اول حاله لو البارشال سكوير f
على برشا ال x سكوير أكبر من الزيرو، في الحالة دي الفانكشن بيبقى has a local minimum. طب ماشي، لو العكس، لو ان قيمة البارشال سكوير اف على بارشال اكس سكوير كانت اصغر من الزيرو، فده معناه ان الفانكشن has a local maximize. ده ماشي، دي كده عندنا، دي كده تاني حالة. تالت حالة انه لو كان عندنا ان الديترمينانت بتاع الاتش اصلا اكبر من اصغر من الزيرو، في الحاله ديت هنوقف الحل ونقول ان الفانكشن هاز سادل بوينت. تمام، دلوقتي في ستيب 3 اللي هو هنطلع قيمه الديترمينانت بتاع الاتش. اول حاجه احنا دلوقتي عشان نطلع الديترمينانت بتاع الاتش مفروض ان احنا بنطلع اول حاجه بارشل سكوير اف على بارشل اكس سكوير، وبنطلع بارشل سكوير اف على بارشل واي سكوير، وتالت حاجه بنطلع البارشل سكوير اف على بارشل اكس بارشل واي اللي هي بتساوي بارشل سكوير اف على بارشل واي بارشل اكس. ماشي، اول حاجه احنا بنطلع دي ازاي؟ احنا لو رجعنا فوق هنلاقي ان احنا مطلعين قيمه البارشل اف وبارشل بارشل اف على بارشل اكس وبارشل اف على بارشل واي، هنا بقى هنستخدمهم عشان نطلع القيمه اللي احنا عاوزينها. نكتب هنا عندنا اول حاجه بتاعت الاكس اللي هي 2y زائد 2 ناقص 2x، بتاعت الواي بتساوي 2x ماينس 4y. تمام ماشي، فاحنا هنا هيبقى عندنا بتاعت الاكس سكوير، فهتبقى عندنا 2y ديت مش هنحسبها انها كونستانت، هنعتبره كأنه كونستانت، وعندنا الاتنين برضو مش هنحسبه، وعندنا ماينس 2x هتبقى بماينس 2. طب ماشي، بالنسبة لل y عندنا هنا ال x دوت هنحسبه كونستانت مش هنحسبه، فعندنا ماينس 4y فهتبقى ماينس 4. تمام، عشان نحسب الأخيرة احنا عندنا أول مرة بنجيب مثلا لو خدنا ال y هنا هنجيبها عن طريق ال x المشتقة بتاعت ال x، فهتبقى عندنا اتنين، عندنا مشتقة ال x مبنحسبش أي حاجة فيها y فهتبقى عندنا اتنين. تمام كده، عندنا سالب اتنين سالب أربعة اتنين. لو جينا بقى نحسب الماتريكس، عندنا الماتريكس كده هيبقى عندنا البارشال سكوير اف على البارشال اكس سكوير اللي هي بسالب اتنين، وهنا عندنا بالاتنين وهنا اتنين، وعندنا في الأخير هنا هتبقى سالب أربعة، دي هنا اللي هي البارشال اف بارشال سكوير اف على بارشال اكس بارشال واي. تمام، وهنا ديت اللي احنا طلعناها مرة المشتقة التانية بتاعت ال x، وهنا المشتقة التانية بتاعت ال y. تمام، عاوزين نجيب ال determinant بتاع ال h اللي هو بيساوي ده في ده ناقص ده في ده. هنحلها ازاي؟ عندنا سالب 2 سالب 4 ناقص 2 في 2 اللي هي في الأخير هتساوي لي بأربعة. طيب ماشي، لو رجعنا عندنا بقى للكونديشن اللي احنا طلعناه لقينا ان ان هو ال h عندنا أكبر من أربعة، ولقينا ان قيمة بارشال سكوير اف على بارشال اكس سكوير بسالب اتنين اللي هي أصغر من الزيرو، فاحنا في الحالة اللي هي رقم اتنين، فعندنا هنا ان الفانكشن ليها ماكسيموم. تمام ماشي، بعد كده ستيب 4 بقى ان احنا بنطلع قيمة
الفاليو، بنطلع قيمة الفاليو بتاعت ال h. طب ماشي، بنطلعها ازاي بقى؟ اول حاجة احنا عندنا عشان نطلع قيمة ال h عندنا ال g داش اوف h بتساوي 0. اول حاجة بنضيف قيمة ال g اوف h، وعندنا ال g اوف h بتساوي x نوت زائد بارشل f على بارشل x، و y نوت زائد بارشل f على بارشل y. طبعا هنا في h وهنا في ال h لأنها عشان هي function of h. تمام ماشي، أول حاجة عندنا إن ال x نوت بتساوي ماينس واحد، ال y نوت بتساوي واحد. تمام ماشي، عندنا طبعا ان هي function اللي هي g of h، وعندنا هنا حاجتين ال x وال y. طب ماشي، عندنا ال x بتساوي بقى قلنا ان ال x نود زائد partial f على partial y partial x مضروبة في ال h. تمام، بنجيبها ازاي؟ عندنا هنا يبقى سالب واحد زائد، بنجيب قيمة ال partial f على partial x اللي احنا طلعناها اللي هي ستة h. طب ماشي، قيمة ال y هتبقى y نود زائد بارشل اف على بارشل واي في ال h اللي هي هتساوي واحد ناقص ستة h. تمام ماشي، احنا دلوقتي جبنا قيمة ال x وقيمة ال y في اللي هي الفانكشن بتاعت ال g of h. تمام، احنا دلوقتي هنعوض بكل قيمة بتاعت ال x وكل قيمة بتاعت ال y باللي احنا طلعناه هنا اللي هو دوت، اللي هو قيمة ال x وقيمة ال h وقيمة ال y. فاحنا عندنا ال g of h هتساوي طبعا المعادلة اللي هي هنا بتاعت المعادلة الأساسية، فهتبقى عندنا اتنين في واحد زائد ستة h في واحد ناقص ستة h اللي هي ال y زائد اتنين واحد سالب واحد زائد ستة h ناقص سالب واحد زائد ستة h الكل سكوير ناقص اتنين واحد ناقص ستة h الكل سكوير. طب ماشي، دوت اللي هو لو هنختصرها هتبقى ان ال g of h هتساوي سالب مية وتمانين h سكوير زائد اتنين وسبعين h ناقص سبعة. خلينا نكتبها هنا، ان قيمة ال g of h هتساوي سالب 180 h باور 2 زائد 72 h ناقص 7. دلوقتي احنا خلصنا قيمة، جبنا دلوقتي احنا لسه عاوزين نجيب قيمة ال h. فقلنا ال g داش اوف h هتساوي المشتقة بتاعت اللي احنا جبناها هنا، فهي هتساوي سالب 360 h زائد 72. تمام، بعد كده بنساوي ان ال g داش h بتساوي 0، فعندنا سالب 360 h زائد 72 بيساوي 0، فعندنا سالب 360 h بيساوي سالب 72، فعندنا ان ال h بتساوي سالب 72 على سالب 360 اللي هي بتساوي عندنا في الاخير ان قيمة ال h هتساوي لنا 0.2. تمام، بعد كده احنا لو رجعنا فوق هنلاقي ان احنا عاملين ان هنا هنلاقي ان قيمة ال g of x بتساوي ان ال x نود زائد بارشال f على بارشال x مضروبة في ال h، وال y نود زائد بارشال f على بارشال y مضروبة في ال h. فدلوقتي هنعوض في ال function ديت، فعندنا دلوقتي ان ال g of h هتساوي f of يبقى فيها سالب واحد زائد ستة h و واحد ناقص ستة h
على أرض قيمة ال h في المسألة اللي احنا جبناها، فهي هتساوي، فعندنا ان ال x هيساوي سالب 1 زائد 6 في 0.2 اللي هي هتساوي 0.2، وعندنا ان ال y هتساوي 1 ناقص 6 في 0.2 هتساوي برضو هتساوي ماينس 0.2. تمام كده احنا جبنا قيمة ال x وجبنا قيمة ال y بعد الماكسمايز. تمام، ودلوقتي احنا عاوزين نجيب آخر حاجة، هنطير كده طلعنا قيمة ال x وال y، بعد كده نجيب ال new gradient. فال new gradient هتساوي، في ال new gradient بتساوي ان ال partial f على partial x i زائد partial f على partial y j. فاحنا عندنا، تمام، فاحنا عندنا قيمة ال partial f على partial x اللي هي بتاعت أول مرة عندنا اللي هي 2 x زائد 2 ناقص 2 y، فاللي هي هتساوي 2. طبعا هنعوض بقيمة ال x، عندنا إن ال x بتساوي 0.2 وال y بتساوي minus 0.2، فعندنا هنا 0.2 زائد 2 ناقص 2 y 0.2 هنا minus اللي هي هتساوي 1.2. طب ماشي، بالنسبة لقيمة البارشل اف على بارشل واي هتساوي عندنا 2 في 0.2 ناقص 4 في سالب 0.2 اللي هي برضه هتساوي لنا 1.2. تمام، بعد كده احنا اخر حاجة اللي هي بنجيب النيو جريدن، فعندنا جريدن اوف اف بيساوي عندنا 1.2 اي زائد 1.2 جي. وكده نكون خلصنا حل المسألة.